يبحث هو الآخر عن أهداف أخرى. عمر بوطيب، عمر بوطيب يمرر للجهة اليمنى في اتجاه اللاعب المنصوري، المنصوري لعب هو الآخر لفريق الدفاع الحسني الجديدي، وركنية للرجاء، ركنية لفريق الرجاء. الهدودي في صراع مع المصورين الصحفيين، نتمنوا اننا ما نشاهدوش هذا المشاهد لان هذوك الصحفيين كيقوموا بمهمه ديالهم، يعني اللاعب يتحرك في هذا الاتجاه شيء مرفوض. يمكن الى كاين شي حركه او كاين شي حاجه من قبل المصورين الصحفيين يمكن انها تسجل، وانذار، انذار المجاني للهدهودي، لان الدخول في شنآن مع رجال الصحافه شيء غير مقبول. ولو ان لاحظ الخبره ديال زكريا حدراف، الخبره ديال زكريا حدراف، نتمنوا ان المخرج يعطينا كيف زكريا حدراف يعني كيصلح الامور. شوف الخبره والذكاء ديال زكريا حدراف اللي مشى عند المصورين الصحفيين وطلب منهم يعني المسامحه، يعني هذه خبره لاعب متمرس، خبره لاعب اللي يعني كيكون مدرب ثاني داخل الملعب. بالفعل ركنيه لفريق الرجاء بسهوله في يد الحارس الزومي، وبلغنا الدقيقة 89، تفوق لفائدة فريق الرجاء ب3-1، خطأ لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي في وسط الميدان. خطأ لفائدة الدفاع كيتنفذ بسرعة من الحسناوي، حسناوي للاعب حمامي اتجاه بالعروسي، بالعروسي لزكريا حدراف. موسم ناجح بالنسبة للفريقين، الدفاع في المركز الثاني، ربما الأهداف تحققت ما كان رسمه المكتب المسير والإطار